بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم شارب شاهي من نوع مختلف وعندي طاقه، تمام؟ احس بنفجر. اوكي، طبعا هذا الشاي اصلا كاس يخوف. طيب احس اني قاعد اشرب شيء ثاني. عموما اللي سوى معي الدرس اللي راح، اوكي، او اي شخص اوكي يستخدم الاي بي تيبلز ويدخل للسيرفر اللي فيه اي بي تيبلز عن طريق كمبيوتر ثاني عن طريق السكيور شيل، بيلاحظ انه في مشكله بسيطه راح يواجهها كالتالي. لو جينا دخلنا على السيرفر احنا سوينا، طبعا السيرفر طفيت وشغلته انا فراحت كل القواعد اللي بو، اوكي، ولكن رجعت قاعده السكيور شيل وسويت دروب للانبوت، اوكي. لذلك لما نسوي الحين اي بي تيبلز SSH root at 192.168.7، اوكي، اللي هو الاي بي السيرفر تكلمنا عنه سابقا بالدرس اللي راح، وضغط انتر، بتلاحظ انك تجلس تقريبا يعني فتره معينه انه يسوي دخول. المشكله هنا انه مو بالاي بي تيبلز الحين سويناها، المشكله بالسكيور شيل نفسه، اوكي. فالسكيور شيل ايش راح يسوي؟ قاعد يسوي او يبحث عن او يسوي دي ان اس ريزوليوشن، اوكي، بسبب انه قاعد يستخدم الدي ان اس ريزوليوشن هذا او سمى دي ان اس او واحد دي ان اس او الى اخره، تمام، او انه حاول يسوي مخ ويستخدم الدي ان اس، فهو بيتاخر، اوكي. نظرا لانه ما له داعي يستخدم السكيور شيل الدي ان اس بالحاله هذه، اوكي، ليش ما نعطله؟ اوكي، نقول له نو بحيث انه على طول ندخل له. طيب طبعا لاحظت انه تاخر وبعدين فتح. بعد ما يفتح ان شاء الله يعني اكتب هنا نانو. طبعا بالمناسبه ممكن يختلف الذي، لذلك انت تبحث عن ملف راح اعطيك اسمه الحين ATC SSH. طبعا بما اني استخدم ديبيان، اوكي، كسيرفر SSH D config، هذا الملف ابحث عنه، اوكي، اللي هو SSH D config. لو كان مو موجود المسار هذا ابحث عنه بالنظام. كيف تبحث عنه بالنظام؟ بكل بساطه تنسخ هذا الاسم البسيط كوبي، اوكي، تمسح هذا كامل ثم تكتب find، تحط root name، تعطيها الاسم هذا انتر، واتركه شوي لما انه يحصل الملف. طبعا راح تحصل اكثر الملف، طبعا مو بهذا الملف اكيد لان هذا الدوكيومنتيشن، لذلك راح نتركه شوي. لا 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 لا، اوكي، هذا اللي نبيه، تمام، حصلنا عليه. عموما راح ندخل على اللي هو وين راح، نانو اي تي سي اس اس اتش بعدين اس اس اتش دي كونف، اوكي، انتر، وحنزل هنا الى اخر شيء ثم نكتب هنا يوز DNS نو. بالطريقه هذه احنا راح نمنع انه يستخدم DNS، اوكي، راح نكتب ATC init dot d SSH restart. طبعا هذا الامر يختلف من توزيع لتوزيع. بعض التوزيعات ممكن تستخدم سيستم CTL زي الارش لينكس، او اعتقد زوزه تستخدم نفس الفكره، تمام. ممكن تكتب سيرفيس بالمناسبه SSH restart كله راح يشتغل، اوكي. اوكي، بعدين خلينا نطلع ندخل مره ثانيه. طبعا الحين لو سوينا كذا لاحظ العاده طلب من الباسورد. بالطريقة هذه احنا حلينا مشكلة الاي بي تيبلز مع السكيور شيل لو كان مثبت هناك بنفس السيناريو اللي استخدمناه اليوم. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، مع السلامة.